هنتكلم معاكم عن قصة شاب جميل جدا قرر ان هو يعمل حاجة الناس كلها تتكلم عنها في السوشيال ميديا، خصوصا ان هو قرر يمتهن مهنة التصوير ويبعد تماما عن مجال دراسته وهي الهندسة. شاب المصور الموهوب اللي معانا احمد منصور وهينورنا كمان شوية على التليفون، قرر ان هو فعلا يدخل مجال التصوير لان دي حاجة هو بيحبها جدا يا فاروق، وكمان لما نعرض الصور هيبان قد ايه فعلا هو موهوب في الصور وقد ايه هو بيحب المهنة دي. لكن هو عمل حاجة مختلفة بقى، هو قرر ان هو بدل ما يروح يدور على موديل ويصورها ويبقى في ما بينهم بيزنس، هو قرر ان هو ياخد جدته الجميلة جدا اللي موجودة ومنورة الصور ان هي تبقى موديل ليه. والحقيقة هو كان يعني ده كان احسن اختيار هو اختاره لان هي عملت ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، الناس تفاعلت بشكل كبير جدا مع الصور، خصوصا وهو بيحكي لنا او بيخلينا كده نستعيد معاه ذكريات الحياة الجميلة لجدتنا واجدادنا زمان، وخصوصا بقى في الريف وهي بتنقي الرز وهي بتأكل البط والحمام وهي بتعمل لهم الملوخية، تفاصيل كتيرة جدا كده لما بنفتكر جدتنا كانت بتعمل ايه الواحد بيحس بالحنين للماضي فعلا يا فاروق. بص يا جماعة، محدش فينا يقدر ينكر ان هو يعني ما بيعيش على اللحظات الحلوة من ناحية الذكريات، يعني كل لحظاتنا الحلوة اللي احنا ممكن بنعيشها بينا وبين نفسنا كده بنقعد نفتكر فيها الحاجات القديمة. كم واحد من أبهاتنا وأمهاتنا دلوقتي بيتفرجوا علينا وبرضو من الجيل الجديد يعني ما بيفتكرش حاجات من أيام جدته، من أيام جده، من أيام أبوه، من أيام أمه. يقول لك الحياة في الوقت ده كانت ليها ريحتها كده وليها وقتها وليها طعمها. أيا كان طبعا كل وقت بيختلف ليه التكنولوجيا والسرعة وكل شيء، بس في كده إيه وقت خلي بالكو إحنا هنفتقد الشكل ده والنوعية دي من أهالينا. ربنا يديهم كلهم طول العمر والصحة ويرحم يا رب يعني اللي رحلوا عن عالمنا، بس في كده بعض الحاجات اللي بتخلي عندك حنين لأصلك، إن أنت الأصل بتاعك فلاح، إن أنت الأصل بتاعك صعيدي، إن أنت الأصل كلنا أصولنا من الأرض دي، وده اللي بيخليك دايما تحس قد إيه إن أنت فعلا إن لا إحنا مهما هيحصل برضو إحنا أصلنا المصري ده ما ينفعش يعني يندثر، يعني ما ينفعش يروح كده وخلاص، لا احنا في شوية حاجات لازم نحافظ عليها، ومن ضمنها يمكن احمد اللي برضو فكر ان هو ياخد جدته كمثل اعلى وكمان كمودل كبيرة وجميلة، واكيد هتبقى برضو الصور معانا دلوقتي هناخدها على الشاشة واحد بنكلم احمد. فاتمنى كل واحد يوثق الموضوع ده بينه وبين نفسه، حتى مش لازم يعني ينشره، بس يعني اللحظات دي هتفتكرها لما تكبروا ان شاء الله يعني في المستقبل. معانا احمد على التليفون بقى. حلو جدا، ازيك يا احمد؟ منورنا وبنحييك على الصور الجميله دي. ربنا يكرمك يا رب، منورين والله. ده بنورك يا احمد. بنورك. طيب يعني انا مش عارفه اسالك الاول ايه اللي خلاك تسيب هندسه وتتجه ناحيه التصوير، بس الموضوع واضح انه حبك للتصوير وقد ايه انت موهوب وحاجه انت لاقي نفسك فيها، بس طبعا اكيد هبقى محتاجه اجابه منك على السؤال ده. وتاني حاجه الخطوه جريئه قوي ان انت تطلب من جدتك تتصور وتعملها فوتو سيشن وتعرضها على السوشيال ميديا من غير اي اعتراض منها. لا هو الحقيقه كان فيها اعتراض في الاول في البدايه، يعني كان فيها اعتراض واضح، كانت انت عارف طبعا الارياف او الريف بيبقى شويه عندهم حساسيه من ان انت تصورني وتنزلني على النت على السوشيال ميديا، والحقيقه دي الحاجه فلانه اتصورت ونزلت صورتها والناس بقى بتنقل بقى بتشوف الصور وتنقل لها الكلام، فواحده واحده كانت بتتضايق، وبعد كده لما لقيت لا ان الصور بتاعتها حلوه والناس بتقول حاجات حلوه كنت بسمعها تعليقات بعض الناس ليها، كنت بوريها الناس بتقول ايه على الصوره بتتعلي ازاي معاها، فلقيتها هي نفسها بتشجعني بقى،